احلى اوقاتكم وياكم زهره زنقنه اليوم من شاري كوي من مدينه الكوي ويا فد موضوع احنا قلنا نهتم بالمهن المنقرضه ونشجع على بقاء المهن القديمه التراثيه. احنا هسه دا نحكي على سرج العفو اللي ينخلى على ظهر البغال والحمير العفو. هذا هو النوع كاكا يشتغلون به صار لهم 50 سنة، العائلة تشتغل به صار لها 50 سنة وما باقي أحد يشتغله بصراحة في كل كردستان، ما باقي أحد إلا شخص هنا يشتغله والشخص الثاني في العقرة. هذا غير نوعية، شوفوا. وأيضا يحشى بحشيش خاص يجي من المناطق الجبلية يقطعونه. شوفوا المحل شلونه، شوفوا المحل شلونه، وشوفوا هو الشغل هذا شلونه. ما هذا للحصان او حصان؟ ها هذا مال حصان، هذا مال حصان، هذا كمال بغل مو العفو، هذا حمار، هذا للحمار عفوا، ولكن هذا للخيل، هذا للخيل. شوفوا حبيت اشوفكم هاي المهن بصراحة، هاي المهن اللي احنا نشجع على بقائها وشكله شيء كلش حلو وجميل. وايضا المهنة هنا متوارثة، ايضا المهنة هنا متوارثة. شوفوا 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 جماله، هاي من المهن الحلوة. طبعا انا راح اوصي هسه ورا ما راح اخلص التصوير راح اوصي على قطعة الية للبيت احتفظ بيها كشكل جميل للبيت. شكرا، كانت وياكم زهرة زنقنة اليوم 12 بالشهر من مدينة الكوي الجميلة، هاي المدينة التاريخية. بصراحة الكوي وكفري من المناطق المحتفظة بتراثها. شكرا، ألف شكر، زهرة زنقنة وياكم.